بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أيها الإخوة الكرام، أهلا ومرحبا بكم في كلية الإدارة مع المقرر الأول مبادئ الإدارة الأساسية. معكم أخوكم مازن حاج يوسف، سأكون مدرس مع حضراتكم لمادة مبادئ الإدارة. أهلا ومرحبا بكم. أحبابنا الكرام، قبل أن نبدأ في هذه المادة أود أن أطلعكم على المحاور والأبحاث الهامة التي سنتدارسها في هذه المادة مع طريقة تقسيم العلامات لهذه المادة. طبعا بالنسبة لتقسيم الدرجات سيكون عندنا 10 درجات على الحضور والمشاركة، وسيكون عندنا 10 درجات على واجب أول أو وظيفة أولى تطلب من حضراتكم. هذه الوظيفة أو هذا الواجب سيكون عليه أيضا 10 درجات، وهناك عندنا أيضا 20 درجة على المذاكرة. والمذاكرة عادة هي إما أن تكون حلقة بحث يكلف بها الطالب، أو أن تكون عبارة عن مقابلة عن طريق برنامج فيديو كالزوم أو ما شابه ذلك. أطرح على الطالب عدد من الأسئلة ويقوم هو بالإجابة، وتقدر العلامة على حسب الإجابة التي أدلى بها هذا الطالب. طبعا المذاكرة تحدد أبحاث معينة لكل طالب، يعني قد لا تكون هذه الأبحاث مشتركة بين جميع الطلاب، ربما يعني يكلف طالب بمبحث يختلف عن المبحث الذي سيدرسه زميله ويقدم به مذاكرة. يبقى عندنا 60 درجة، وهي علامة الامتحان النهائي، وعلامة الامتحان النهائي وطريقته تكون مشابهة للمذاكرة، هي إما عبارة عن حلقة بحث وفق كتابة أكاديمية ومنهج أكاديمي، وإما أن تكون أيضا عبارة عن أسئلة وأجوبة، ولكن في الغالب هي ستكون ما بين حلقة بحث وأسئلة وأجوبة. يعني يقرر على الطالب حلقة بحث يكون عليها مثلا 30 درجة، و10 درجات على مناقشة هذه الحلقة، ويبقى عندنا 20 درجة هي عبارة عن أسئلة وأجوبة تلقى على الطالب، وتقدر العلامة حسب إجابة هذا الطالب، وبالتالي يكون عندنا 100 درجة على هذه المادة. في هذه المادة أيها الأحباب الكرام، سنتدارس المبادئ الأساسية في الإدارة. ماهية الفكر الإداري، ما هي الإدارة، تطوير الفكر الإداري، اتخاذ القرارات، الوظائف الأساسية للإدارة من التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة، والوظائف الإدارية في المشروع. مثلا عندنا التعرف على منظمات الأعمال، البيئة ومنظمات الأعمال، إدارة الإنتاج، إدارة التسويق، إدارة الموارد البشرية، الإدارة المالية، إدارة العلاقات العامة، بالإضافة إلى بعض المواضيع التي تتعلق بالواقع المعاصر. في الحقيقة أيها الطلاب الأكارم، تعتبر الإدارة من أقدم الممارسات الإنسانية على الإطلاق، ويكفي للدلالة على ذلك القول بأن الفرد في حياته اليومية العادية هو يمارس حقيقة عملاً إدارياً من غير أن يشعر بذلك، ويحدث ذلك عندما يفاضل هذا الفرد بين سلوكه اليومي وعندما يوازن نفقاته ومن خلال إدارته لشؤون أفراد أسرته. لذلك أصبحت الإدارة هذا العلم والفن الحديث نسبيا هو كل شيء في حياة الإنسان، نجدها في كل خطوة من حياتنا اليومية مجسدا بأشكال وصور مختلفة. الإدارة العلمية هي سبيلنا لحل مشكلات العمل ودراسة المواقف التجارية والصناعية والإنسانية. الإدارة العصرية اليوم
أصبحت مزيجا مؤلفا من معارف وعلوم عديدة في الرياضيات، في الإحصاء، العلوم الاجتماعية، الاقتصاد، العلوم السلوكية. ونعني طبعا بالعلوم السلوكية في الإدارة لجوء المديرين إلى تطبيق طرق بحوث علم النفس ونتائجها وعلم الاجتماع والفلسفة وعلم النفس الاجتماعي، بغية تمكين المديرين من فهم السلوك التنظيمي، أي فهم سلوك العاملين داخل المنظمة أو الجمعية أو المؤسسة، لتوجيه هذا السلوك باتجاه تحقيق أهداف المنظمة. طبعا كما نعلم، مع بداية القرن الحالي أصبحت الإدارة فعلا هي موردا اقتصاديا هاما من موارد المجتمع، لدرجة أنها أصبحت مؤشرا هاما في حياة الأمم والشعوب. ويرى دراكر أنه لا توجد دولة متخلفة اقتصاديا، وإنما هناك دولة متخلفة إداريا. لا توجد دولة متخلفة اقتصاديا، ولكن هناك دولة متخلفة إداريا، لأن كل التجارب في الدول النامية والدول المتقدمة تؤكد على أن الإدارة هي المحرك الأساسي للتنمية. ولعل خير دليل على هذا الكلام تجربة اليابان، البلد الذي يفتقر إلى الموارد الطبيعية، والتي أصبحت هي اليوم من أوائل الدول الصناعية المتقدمة في العالم. بفضل ماذا أيها الأحباب؟ بفضل إدارتها ومؤسساتها. لذلك الإدارة هي وليدة البيئة التي تمارس فيها، ومن خلالها ومن ثم فإن المتغيرات البيئية وإن كانت لا تؤثر على طبيعة الموارد البيئية وأبعادها، إلا أنها أيضا لا تؤثر على طريقة أداء هذه الوظائف. لذلك فإن دراسة الإدارة لمجموعة من الوظائف التي يؤديها المدير تتطلب النظر إليها على أنها نظام فرعي يعمل في ظل نظام أكبر منه، هو البيئة التي توجد فيها هذه المؤسسة أو هذه الجمعية أو هذه المنظمة. تعالوا نتعرف أولاً على ماهية الإدارة وأهميتها. أهمية الإدارة وعلاقتها بالتنمية. نحن كما قلنا أن الإدارة تعتبر هي المحرك الأساسي الذي يعمل على استغلال الطاقات البشرية والمادية في المجتمع، إذن هي القوة الدافعة لتنظيم هذه الطاقات. لذلك تعتبر الإدارة أيضا هي مسؤولة عن إنجاز الأفراد والمنشآت والدول، وهي التي تحقق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي للشعوب. تزداد أهمية الإدارة بازدياد اعتماد المجتمع على الجهود الجماعية وتداخل هذه الجهود في علاقتها والتعقد في طبيعتها. فالإدارة لها دور هام على مستوى الأسرة مثلا، وعلى مستوى جماعات العمل، وعلى مستوى المجتمع. لنقل مثلا على مستوى الأسرة، لأن الإدارة هي الأسلوب الذي يتولى به الأبوان رعاية شؤون الأسرة، وهي الأساليب التي توجه بها الجهود المتفاوتة لأفراد الجماعة، وهي الأساليب التي يستخدمها الحاكم أو القائد لتوجيه شؤون المجتمع ورقابته. لذلك يرى بعض علماء الإدارة أن التقدم الإداري هو ثمرة للتقدم الاقتصادي. التقدم الإداري هو ثمرة للتقدم الاقتصادي. لنأخذ على سبيل المثال ما حدث للغرب في أعقاب الثورة الصناعية كنموذج حي يؤكد هذا الاتجاه، إلا أنه أصبح هناك اعترافا متزايدا في الوقت الحاضر بأن الإدارة هي العنصر الحاكم في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. لذلك نجد كثيرا أن بعض المجتمعات تتمتع بوفرة كثيرة من الموارد المادية كرأس المال
أو الثروات الطبيعية أو الأيدي العاملة، ومع ذلك هذه المجتمعات عاجزة على تحقيق ما تصبو إليه من تقدم. إذا كان يفتقر هذا المجتمع للكفاءات الإدارية القادرة على اكتشاف نواحي القوة في تلك الموارد، الموارد المادية أو الموارد الطبيعية، وإذا كان هذا المجتمع يفتقر للكفاءات الإدارية القادرة على اكتشاف نواحي القوة في تلك الموارد والعمل على تنميتها، وكذلك التعرف على نقاط الضعف التي يعاني منها المجتمع والعمل على التغلب عليها والتخلص منها. لذلك نجد أن كثير من التجارب في الدول النامية تؤكد أن الإدارة هي المحرك الأساسي للتنمية، ومن غير توافر هذا العنصر لا يمكن تحقيق التنمية، حتى لو توفرت جميع عناصر الإنتاج الأخرى. نستطيع أن نؤكد ذلك عمليا من خلال تجربة اليابان، حيث كان لمهارة الإدارة اليابانية وأسلوبها المتميز بالإضافة للعوامل الاجتماعية والحضارية دور هام لا يمكن إغفاله في نجاح هذه التجربة وتميزها. من الدلائل التي تؤكد صحة هذا الكلام أن فروع بعض الشركات اليابانية في الخارج تحقق معدلات إنتاجية لا تقل عن مثيلاتها في الشركة الأم باليابان. نحن نعرف دائما أن الشركة الأم دائما تكون فيها معدلات الإنتاج أكبر من معدلات الإنتاج في فروع هذه الشركة الأم، إلا أن اليابان فروع بعض الشركات اليابانية في الخارج تحقق معدلات إنتاجية لا تقل عن مثيلاتها في الشركة الأم في اليابان، ويلاحظ أن العنصر المشترك سواء في الفروع أو في الشركة الأم هو نوع الإدارة. لذلك أيضا هناك شركات أمريكية توجد في داخل الولايات المتحدة الأمريكية وتدار بإدارة أمريكية تعاني من انخفاض في الإنتاجية، ثم ارتفعت هذه الإنتاجية بعد أن أصبحت هذه الشركات تدار بواسطة إدارة يابانية. وهذا إذا دلل على شيء يدل على أن الإدارة لها الحظ الأكبر في تقدم مستوى الاقتصاد وتقدم مستوى الإنتاج. على هذا الكلام نستطيع أن نبني وأن نقول بأن أهمية الإدارة ودورها في نشاط الأعمال وتحقيق الرفاه للمجتمع ينبعان من أولاً أن الإدارة علم قائم على أسس علمية ومفاهيم منظمة، وتستخدم أرقى أساليب الأبحاث والدراسات في حل المشكلات، أي أن الإدارة هي عبارة عن نظام متطور لتبسيط إجراءات العمل وتعظيم الكفاءات والمهارات البشرية، وخلق طاقات متجددة من خلال التدريب والتأهيل والإعداد وتكوينها. أيضا الإدارة هي محور النشاطات والأوامر ومحور دفع الأفراد لاستقبال القرارات وتنفيذها، وهي التي تعمل أيضا على جمع المعلومات والبيانات وتحليلها وتصويرها، وهي التي تخطط استراتيجيا وتراقب وتشرف وتنظم، وهي التي تحاول إيجاد الحلول للمشكلات التي تواجه المجموعة والمجتمع والمؤسسة والمنظمة والجمعية وغير ذلك. لذلك الإدارة أصبحت مهنة وأصبحت دائرة معارف هائلة، مهنة راقية ومحترمة تمارس من قبل خبراء ومحللين ومخططين بارعين عن طريق استخدام هذه الدائرة المعرفية من أجل تحقيق أهداف المشروع ورفاهية المجتمع. الإدارة أيضا هي التي تخلق القيادات الواعية التي تعد عنصرا حيويا في عمليات التنمية. والإدارة العلمية الحديثة
أصبحت معيارا لرقي الأمم وتقدمها. فالارتباط بين تطور الإدارة ومستويات الرقي والتقدم هو ارتباط قوي لا يمكن أن يتجزأ. على سبيل المثال عندنا اليابان وعندنا الهند، الإدارة الناجحة صارت ضرورة ملحة في الوقت الحاضر بسبب التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية كما تشاهدون وكما تعلمون. نذكر على سبيل المثال أن كبر حجم المنظمات وزيادة الحاجة إلى التخصصات المختلفة أو المختلفة، الأمر الذي يظهر أهمية التنظيم والتنسيق والرقابة. صار عندنا منظمات كثيرة، صار عندنا تخصصات مختلفة في جميع الفروع، هذا الأمر الذي يظهر لنا أهمية التنظيم والتنسيق والرقابة. عندنا أيضا وجود انفصال بين المنظمات وبين ملاكها، الأمر الذي يظهر أيضا أهمية الرقابة والتنظيم لضمان مصالح الأفراد المختلفة من العامل وصاحب العمل والمجتمع. عندنا التغيرات التكنولوجية والاجتماعية، الأمر الذي يظهر أهمية التخطيط والتنظيم والتنبؤ لمواجهتها والتأقلم معها. كما تعلمون أيضا عندنا المنافسة الشديدة في الأسواق، الأمر الذي دائما يتطلب من الشركة أو من الجمعية أو من المنظمة، يتطلب هذا الأمر تجديد وابتكار في طرق الإنتاج وأدواته بسبب المنافسة الشديدة في الأسواق لتحقيق الوفرات الاقتصادية. عندنا ندرة متزايدة في الموارد المادية والبشرية، الأمر الذي يتطلب الترشيد والاقتصاد والبحث عن وسائل وطرق تحقيق الفاعلية. القوة المتزايدة للتجمعات التي تدافع عن المستهلكين ومصالحهم، الأمر الذي يظهر أهمية وضع سياسات خاصة بتحسين جودة البضائع والأسعار وغيرها. أيضا تزايد قوة التجمعات العمالية، الأمر الذي يتطلب وضع سياسات مقبولة للأجور وظروف العمل وشروطه. من هنا نعلم من خلال هذا الكلام السابق أن الإدارة أصبحت فنا وأصبحت علما، وهي أصبحت ضرورة ملحة حقيقة في المجتمعات وفي الأمة وفي سائر المؤسسات والجمعيات والمنظمات وغيرها من أماكن العمل. تعالوا نتعرف إلى تعريف الإدارة. بالرغم من الأهمية الكبيرة المعروفة لدور الإدارة في نشاط الأعمال وعلى المستوى القومي، فإنه حقيقة لا يوجد اتفاق واضح على تعريف محدد بدقة بين الاختصاصيين، تعريف موحد وشامل للإدارة. هناك تعاريف عديدة للإدارة، كل واحد منها يحمل معاني متعددة ومفاهيم مختلفة ومكونات متنوعة. لعل السبب في ذلك يكمن بأن الإدارة مفهوم معنوي ومعقد، هذا فضلاً على أن الدراسات والأبحاث في المجال الإداري قد جاءت متأخرة بعض الشيء، ويبدو ذلك واضحا من خلال التعاريف التي سندرجها لكم إن شاء الله تعالى. يعرف تايلور الإدارة بأنها المعرفة الصحيحة لما يراد أن يقوم به الأفراد، مع التأكد أنهم يفعلون ذلك بأحسن طريق وأرخص تكلفة. هذا هو رأي تايلور بالإدارة. أما فيول قد عرف وظيفة المدير والتي يمكن أن نستخلص منها تعريف الإدارة. يقول فيول: إن معنى أن تدير هو أن تتنبأ وتنظم وتصدر الأوامر وتنسق وتراقب. معنى أن تدير هو أن تتنبأ، تتنبأ أي أن تكون صاحب فكر استراتيجي، تتنبأ أحداث
تتنبأ أمور طارئة، تتنبأ تغيرات ربما تحدث على المؤسسة، ربما تحدث على الجمعية، ربما تحدث على المنظمة. وهذا يحتاج من المدير أن يكون صاحب فكر استراتيجي حتى يستطيع أن يتنبأ، ومن ثم ينظم، ومن ثم يصدر الأوامر وينسق ويراقب. أيضا تعرف موسوعة العلوم الاجتماعية الإدارة، قالت: الإدارة هي العملية التي يمكن بواسطتها تنفيذ غرض معين والإشراف عليه. وتقول أن الإدارة هي الناتج المشترك لأنواع ودرجات مختلفة من الجهد الإنساني الذي يبذل في هذه العملية. مهنية الإدارة، ما هي مهنية الإدارة؟ الإدارة نشاط قديم قدم الإنسان، وهي علم له قواعده وأصوله. فقد ساهم عدد كبير من علماء الإدارة في تطوير الفكر الإداري بفضل الدراسة والتجارب. فإذا اعتبرنا أن الإدارة علم وفن كما وجدنا سابقا أنها علم وفن، فهل يمكننا أن نقول بأن الإدارة هي مهنة أيضا؟ هل الإدارة هي مهنة أم الإدارة هي علم وفن؟ قبل الإجابة عن هذا التساؤل، وقبل استعراض آراء المؤيدين والمعارضين لفكرة أن الإدارة تعتبر مهنة أو حرفة، يجب علينا أن نناقش حقيقة العديد من المواضيع التالية. أولا، موضوع المعرفة المنظمة أو المعرفة المنظمة. تطورت الإدارة في أعقاب الثورة الصناعية، وأصبحت تعتمد على مجموعة كبيرة من المبادئ والأسس والمفاهيم والنظريات، إضافة إلى قدر هائل من المعلومات الفنية المتصلة بالإدارة في مجال الإنتاج والتسويق والأفراد. لذلك يمكن القول أن الإدارة هي مجال متخصص تحكمه المعرفة العلمية المنظمة، إلى جانب الفن والبراعة في تطبيقه، وهي بذلك كيان علمي منظم. الأمر الثاني الذي لا بد من مناقشته هو ترخيص المزاولة. لا تشترط القوانين المعمول بها في أغلب البلدان في الدول النامية وغير النامية الحصول على ترخيص أو درجة علمية لممارسة الإدارة، وغياب هذين الشرطين يحول دون الاهتمام باحتراف الإدارة. فبدلا من التركيز على التأهيل الأكاديمي والترخيص القانوني، يكون التركيز على الأداء نفسه. إلا أن دخول ميدان الإدارة لا يجب أن يقتصر حقيقة على هؤلاء الأشخاص الذين يمتلكون الدراسة الأكاديمية وحسب، أو يحصلون على التراخيص القانونية. لا بد أن يكون هناك خبرة، لا بد أن يكون هناك فن، لا بد أن يكون هناك براعة في أداء العمل الإداري، ولا يكتفى بالحصول على الدراسة الأكاديمية أو الحصول على مزاولة المهنة. عندنا أيضا موضوع لا بد من مناقشته، وهو القواعد الأخلاقية التي تنظم العمل الإداري. رغم أن الأخلاقيات كما تعرفون في ممارسة الإدارة هي من الأمور ذات الأهمية الحيوية للأطراف المشاركة في المنظمة، إلا أن مسؤوليات الإدارة الأخلاقية لم تتضح حقيقة بعد، فيما عدا تلك المسؤوليات التي تنص عليها النظم الداخلية في المنظمات. إلا أن تقييم الممارسات الإدارية يفتقر إلى معايير واضحة للحكم عليها. على سبيل المثال، لو نظرنا إلى واقع المجتمع في بلادنا، نجد أنه لا يوجد عندنا نظام إداري أخلاقي موحد لكافة المؤسسات الحكومية أو غير الحكومية، أو لا يوجد عندنا نظام أخلاقي إداري موحد يحكم جميع المنظمات أو المؤسسات أو الجمعيات. نجد أن كل منظمة يكون لها نظام داخلي تنفرد به، كل جمعية يكون لها نظام أخلاقي تنفرد به عن غيرها من الجمعيات الأخرى. إلا أن الحاجة الملحة لنجاح الإدارة تتطلب أن يكون هناك عندنا قواعد أخلاقية موحدة إدارية تربط بين جميع المؤسسات العاملة في المجتمع أو في الدولة.
ما هي برأيكم المهارات التي يحتاج إليها المدير؟ لو سألت أحدكم ما هي المهارات التي يحتاج إليها المدير؟ من يستطيع أن يعطينا فكرة عن هذا السؤال؟ المهارات المطلوبة من المدير حتى يستطيع أن يقوم بعمله بنجاح، وحتى يستطيع أن يرفع من مستوى الإنتاج، يرفع من مستوى الاقتصاد، حتى يكون مدير ناجح، لابد أن يمتلك هذا المدير لبعض المهارات. ما هي المهارات التي يحتاج إليها المدير برأيكم؟ من يستطيع الإجابة؟ المهارات التي يحتاج إليها المدير، حقيقة يجب أن يتمتع المدير بمهارات متنوعة تميزه عن غيره من الأفراد، وتؤهله لممارسة الأدوار المختلفة التي يجب أن يقوم بها هذا المدير. يمكن التمييز بين أنواع المهارات من خلال، أولاً نتكلم عن المهارات الفنية. تشير المهارات الفنية إلى مستوى المعرفة الفنية المتخصصة المرتبطة بمجال معين، وتحدد قدرة المدير على أداء الأنشطة الفنية المرتبطة بمجال نشاط المنظمة، وفرص تدخل المدير لعلاج المشاكل الفنية التي تظهر في العمل. ويمكن الحصول على هذا النوع من المهارات من خلال التعلم الرسمي، ومن خلال التعلم والتدريب، ومن خلال الخبرة الوظيفية. إذا أول مهارة لابد أن يتمتع بها المدير هي المهارات الفنية. وعندنا مهارات إنسانية. المهارات الإنسانية يرتبط هذا النوع من المهارات بمدى القدرة على العمل مع الآخرين. كيف يتعامل الموظف مع مديره المباشر؟ كيف يتعامل المدير مع موظفيه؟ كيف يتعامل مدير المنظمة مع البيئة الخارجية وهكذا؟ إذن المهارات الإنسانية ترتبط بمدى القدرة على العمل مع الآخرين، سواء كانوا رؤساء أو مرؤوسين، أي أن توفر هذه المهارة يؤهل الفرد لأن يكون عضواً فعالاً في الجماعة، ومن ثم فإن المدير الذي يمتلك هو الحظ الأكبر من هذه المهارات يكون أكثر قدرة على إدراك كيف يفكر الآخرون، وبالتالي يكون أكثر فعالية في القيادة والتحفيز والتوجيه والاتصال، كما يستطيع تحقيق التوافق بين أهداف المنظمة وأهداف العاملين فيها. المهارة الثالثة التي لابد للمدير أن يتمتع بها وهي المهارة الفكرية. ترتبط المهارات الفكرية بالقدرة على التحليل والتشخيص والابتكار والتنسيق والتكامل بين الأنشطة المختلفة والمتعارضة أحيانا فيما بينها. ومعنى هذا الكلام تعني قدرة المدير على رؤية المنظمة بشكل متكامل، وفهم كيفية اعتماد أجزائها على بعضها البعض، وتوقع تأثير التغيير في أحد أجزائها على بقية الأجزاء أو على المنظمة ككل. إذن المدير الناجح لابد أن يكون عنده مهارة فكرية، ينظر إلى المنظمة ككل وليس إلى جزء، ينظر إلى المنظمة وإلى أنشطتها المتكاملة بشكل متكامل، ولا ينظر إليها بشكل مجزأ، ويتوقع إحداث التغيرات، يتوقع إحداث الطوارئ على بعض أجزاء المنظمة أو على المنظمة كلها. أي أنه يجب على المدير أن يتعامل مع المستقبل بدل أن يرجع إلى الخلف، وهذا حقيقة يتطلب منه أن يكون صاحب فكر استراتيجي. يتطلب من المدير أن يتعامل مع المستقبل بدل الرجوع إلى الخلف بهدف اقتناص الفرص المتوقعة وتجنب التهديدات المحتملة خلال القيام بالتصرف المتوازن في ضوء طبيعة الموقف. تختلف هذه المهارات
التي ذكرناها، تختلف هذه المهارات باختلاف المستوى الإداري الذي ينتمي إليه المدير. ويمكن بهذا الصدد أن نميز بين 3 مستويات إدارية أساسية. عندنا 3 مستويات أساسية للإدارة، نتكلم عنها وننهي إن شاء الله تعالى حتى لا نطيل على حضراتكم. في الإدارة يوجد عندنا 3 مستويات إدارية، وهذا سؤال هام جدا جدا ربما يأتي في الامتحان. ما هي مستويات الإدارة؟ تكلم عنها بإيجاز. مستويات الإدارة، عندنا 3 مستويات للإدارة. المستوى الأول مستوى الإدارة العليا، المستوى الثاني مستوى الإدارة الوسطى، المستوى الثالث مستوى الإدارة الدنيا. تعالوا نتكلم عن مستوى الإدارة العليا. ما هي الإدارة العليا؟ تمثل الإدارة العليا قمة الهرم التنظيمي في المنظمة، وينتمي إليها من ينتمي إلى الإدارة العليا؟ ينتمي إلى الإدارة العليا المدير ومعاونيه. وتتركز مهام الإدارة العليا، ما هي وظائف الإدارة العليا؟ ما هي مهام الإدارة العليا؟ تتركز مهام ووظائف الإدارة العليا أولاً على وضع الأهداف العامة للمنظمة، وهذا كما قلنا نركز عليه أن يكون صاحب الإدارة صاحب فكر استراتيجي حتى يستطيع أن يضع أهداف عامة للمنظمة. إذا أولا وضع الأهداف العامة للمنظمة، ثانيا صياغة استراتيجية المنظمة، ثالثا تحقيق التوافق بين المنظمة وبين بيئتها الخارجية. هذه الإدارة العليا. عندنا الإدارة الوسطى. الإدارة الوسطى تمثل حلقة الوصل بين الإدارة العليا والإدارة الدنيا. الإدارة الوسطى تمثل حلقة الوصل بين الإدارة العليا وبين الإدارة الدنيا. من ينتمي إلى الإدارة الوسطى؟ ينتمي إليها رؤساء الوحدات النوعية، مديرو الإدارات المتخصصة، المدير التنفيذي، المدير المالي، وهكذا. وتتركز مهامها بتطبيق مهام الإدارات الوسطى، وظائف الإدارات الوسطى تتركز بتطبيق السياسات والاستراتيجيات المقررة من قبل الإدارة العليا. ثانيا توزيع المهام وتحقيق التنسيق بين مديري الإدارة الدنيا. ثالثا عندنا من أنواع الإدارة، الإدارة الدنيا. ينتمي إلى مستوى الإدارة الدنيا جميع المشرفين ورؤساء الأقسام المعنيين بمتابعة العمل التنفيذي والإشراف المباشر على العاملين. ما هي مهام الإدارة الدنيا ووظائف الإدارة الدنيا؟ أولا ترجمة أهداف المنظمة على الواقع. أهداف المنظمة وضعتها الإدارة الدنيا، الإدارة العليا. أهداف المنظمة وضعتها الإدارة العليا. الإدارة الدنيا وظيفتها ترجمة هذه الأهداف على الواقع وعلى رصيد الواقع. ثانيا وضع برامج التنفيذ، وضع برامج تنفيذية، جدول عمل، خطة تنفيذية، وهذا تعرفونه جميعكم في من يعمل في المؤسسات المنظمات. كل قطاع، كل مجموعة، كل فريق يوجد عنده خطة أسبوعية أو يوجد عنده خطة عمل شهرية. الإدارة الدنيا تعنى بوضع برامج التنفيذ، وضع خطط عملية لتنفيذ المهام. ومن ثم أيضا من وظائفها نقل الشكاوى والاقتراحات والمعلومات للمستويات الأعلى منها كالإدارة الوسطى والإدارة العليا. من هذا الكلام نستنتج أن أهمية المهارات الفنية تتزايد في المستويات الدنيا. يعني المستويات الدنيا من الإدارة تحتاج إلى خبرة عملية فنية على أرض الواقع، وتتزايد أهمية المهارات الفكرية في مستويات الإدارة العليا. المستوى الفكري، الدراسة الأكاديمية، الفكر الاستراتيجي، هذا يتزايد في مستوى الإدارة العليا، وتتزايد أهمية المهارات الإنسانية
في مستويات الإدارة كلها. إذن الرابط المشترك بين الإدارات الثلاثة هو المهارات الإنسانية. وجود المهارات الإنسانية في مستويات الإدارة الثلاثة، الإدارة العليا والإدارة الوسطى والإدارة الدنيا، والمهارات الإنسانية هي كما قلنا كيفية التعامل بين الموظفين، بين الموظف وغيره من الموظفين، رؤساء ومرؤوسين، كيفية التعامل بين المدير وبين الموظف، كيفية التعامل بين الموظف ومديره. وهذه نقطة مهمة جدا تركز عليها جميع المؤسسات والمنظمات التي تطرح شواغل الأعمال. المهارات الإنسانية، الاحترام المتبادل، تحمل ضغوط العمل، احترام زملائه في العمل، هذا كله يدخل في المهارات الإنسانية في المستويات الإدارة كلها. إذا نستخلص ونقول أن المهارات الفنية تتزايد في المستويات الدنيا، الخبرة في العمل في مستويات الإدارة الدنيا، أهمية المهارات الفكرية والعلمية في مستويات الإدارة العليا، والمهارات الإنسانية في مستويات الإدارة الثلاث. إلى هنا أنهي مع حضراتكم ونصل إلى أثر السلوك الإنساني في الإدارة، أثر السلوك الإنساني في الإدارة، وهذا ما سنتعرف عليه في اللقاء القادم إن شاء الله سبحانه وتعالى في الجمعة القادمة بنفس التوقيت بعد صلاة التراويح إن شاء الله سبحانه وتعالى. من كان عنده سؤال فليتفضل، جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من كان عنده سؤال فليتفضل.